من منطقة الصحراء في وادي قلت، سنواصل دراستنا وحديثنا في إنجيل متى، إنجيل يسوع الملك. وفي هذه الحلقة سوف أتحدث لكم عن شريعة الصوم. السبب أنه اخترت المقدمة من هذا المكان، كما ترون أنا موجود في الصحراء جرداء قاحلة، وفي نفس هذه المنطقة، في نفس هذا المكان تجرب المسيح من إبليس وصام في هذا المكان 40 يوم بلا أكل أو ماء. ومنطقة الصحراء أيضاً هي المدرسة التي تخرج منها رجال الله العديدون، مثلاً إيليا عاش فترة في هذا المكان، داود النبي صار في هذا المكان، وكذلك رجال الله الذين تركوا حياة المدينة ومباهجها ليعتزلوا ويتمتعوا بشركة وعلاقة مع الله في هذه الصحراء. أعزائي، سأواصل حديثي عن هذا الموضوع ونذهب سوية إلى الجليل. ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائماً، بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. أعزائي المشاهدين، نواصل دراستنا وحديثنا في إنجيل متى، إنجيل يسوع الملك، من جبل أربيل أو ما نسميها في هذه البلاد من قرون حطين. سنواصل دراستنا في إنجيل متى. قبل أن أبتدئ في هذه الحلقة أتحدث عن موضوع الصوم، أنا موجود على هذا الجبل العالي الذي يطل ويشرف على شمال بحيرة طبرية. وطبعا هذه البلد اللي في أسفل الوادي هي بلدة المجدل أو مجدلة، نسبة إلى مريم المجدلية التي أخرج منها المسيح 7 شياطين. ومن الجهة الأخرى نستطيع أن نرى جبل التطويبات وكفر نحوم. هذه المنطقة الجميلة جدا حدثت عدة معارك في التاريخ. معركة تاريخية كبيرة حدثت في هذا المكان، معركة صلاح الدين الأيوبي مع الصليبيين، عندما انتصر صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في هذه المنطقة في قرون حطين. وهذا الجبل أيضا حدثت فيه معركة أخيرة، عندما هزم اليهود سنة 132 ميلادي في ثورة بركوخفا عندما طردهم الرومان. هذه المنطقة شهدت حروب كثيرة لأنها تقع على الشارع الرئيسي الذي يسمى فيا مارس، الذي يفصل بين مصر في الجنوب وآشور في الشمال. اخترنا أن نتحدث عن هذا الموضوع، موضوع الصوم. المسيح يتحدث في عظته على الجبل عن موضوع شريعة الصوم. وحتى نأخذ فكرة من العهد القديم عن الصوم، كانت شريعة الصوم أو الصوم الإجباري هو يوم واحد في السنة يسمى في يوم الكفارة. كانوا يصومون من الصباح إلى المساء. يقول الكتاب هذا الصوم كان لإظهار توبتهم وحزنهم الداخلي لكي يمتنعوا عن الخطايا. وفي هذا اليوم في السنة كان يقدم رئيس الكهنة ذبيحة الخطية عن نفسه وعن كل الشعب. فكان الصوم حتى يتوبوا عن الخطايا. لكن توجد أسباب كثيرة في الكتاب المقدس للصوم. واحدة من الأسباب عندما كانت تحدث كارثة، أي عندما تأتي الأعداء وتحاصر بلدة معينة، أو عندما تكون مجاعة أو عدم هطول المطر، فكانت الناس تصرخ إلى الله وتتذلل وتصوم للرب. توجد عدة شخصيات في الكتاب المقدس التي صامت، منها موسى رجل الله الذي صعد إلى جبل سيناء، صام من أجل الإعداد الإلهي، وصام حتى يأخذ الوصايا 10 ويعطي الشريعة للناس. ثم يقول الكتاب عن دانيال أنه صام ليصلي وينتظر الرب في استجابة صلاة لكي يفهم
إرادة ومشيئة الله. يتحدث الكتاب عن إستر أنها صامت حتى تتغير الظروف والأحوال التي كانت ضدها وضد شعبها. الصوم أحياناً هو الالتجاء إلى الله، حاجة إلى المطر، ولا سيما في هذه البلاد نحن نعتمد فقط على المطر، لا توجد عندنا الأنهار، فكانوا يصومون عند الحاجة، التجاء إلى الله لمطر أو حماية من الأعداء. الصوم هو أحبائي أن نخضع الجسد لتكون القوة الروحية أكثر انتباهاً وأكثر صحواً لكي نستمع ونفهم مشيئة الرب. الصوم هو لجذب الله للصائم، الصوم هو للتذليل، الصوم هو للتوبة الحقيقية. وأحياناً كانت الأصوام هي نيابية، نصوم عن مشكلة معينة تحدث في حياة الناس، نصوم من أجلهم نيابياً حتى تنحل هذه المشكلة. هذه الأصوام كانت في الكتاب المقدس، وتوجد عدة أصوام مذكورة في العهد القديم. لكن أحبائي، اليهود في الشريعة أو في التقليد وضعوا صوم إضافي، هو يومين في الأسبوع، في هذول اليومين كانوا يصوموا عن هذا الصوم الذي كان يتحدث عنه يسوع، عن الدوافع الخاطئة، عن الدوافع الغير سليمة، عن الصوم لأغراض أنانية، عن الصوم لإظهار أنفسهم أمام الناس، عن الصوم كإظهار حياتهم للتقوى وكأنهم أكثر روحانية من الآخرين. هذه دوافع آخر، اعتبار الصوم على أساس دليل التقوى في حياتهم. أحياناً بيستعرضوا التقوى أمام الناس، وهذا ما يسمى التركيز على الذات أو البر الذاتي، يظهرون أمام الناس لكي يأخذوا المديح والمجد من الناس بدل ما أن يأخذ المديح والمجد من الله الذي ينظر إلى القلب ويعرف النية والداخل، والله الذي يرى في الخفاء يجازي الناس علانية. نعم، كانوا يصومون يغيرون وجوههم كما يقول الكتاب المقدس، يعني تخلي اللحية تطول والشفاف ناشفة جدا، وكانوا ما يرتبوا شعرهم أو يدهنوا الشعر، وكانت ملابسهم غير مرتبة. لم يكن هذا النوع الذي طلبه يسوع، وكانوا يسيرون في الأسواق، بالذات في هدول اليومين عند ازدحام الناس في الأسواق وفي كل مكان، كانوا يسيرون بوجه عابس وبوجه غاضب ويقول للناس أنا صائم أنا صائم، وهكذا يحاول أن يثير انتباه الناس لصومهم وتقواهم وبرهم الذاتي. مثل هؤلاء الناس هاجمهم يسوع وكشف وفضح البر المزيف، فضح عن البر الذات اللي في داخلهم، لأن الله كشف أعماقهم وفضحهم لأنه يعرف كل شيء. سنواصل حديثنا عن موضوع الصوم، لكنني سأتحدث عن الدوافع السليمة أو الدوافع الصحيحة للصوم. الصوم من أجمل الممارسات لتنقية النفس والاقتراب إلى الله. البعض ينظر إلى الصوم باعتباره فريضة من الفرائض الدينية تتبع طقوس، مراسيم وأيام محددة، لكن الكتاب المقدس يرسم لنا صورة مختلفة عن الصوم، فهو علاقة قوية مع الله فيها ينقي الإنسان نفسه، يعترف بخطاياه، يتذلل أمام الله لكيما يقترب إلى الله. والمسيح يؤكد لنا أن الصوم يجب أن يكون من خلال اتضاع كامل أمام الله، ليس من خلال مظاهر، ليس من خلال افتخار، ليس من خلال مظاهر دينية فيها نؤكد
ممارسات وطقوس، لكن الصوم يجب أن يكون من قلب خاشع وخاضع لله. قال السيد المسيح: ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. ويقول المسيح: الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صمت فتهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما، بل لأبيك الذي في الخفاء. أعزائي من الصحراء الجنوبية، سأواصل حديثي عن موضوع الصوم. هذه الصحراء قريبة من مدينة أريحة، أخفض منطقة في العالم، 400 متر تحت مستوى سطح البحر، ومعظم المنطقة هنا كما ترون منطقة صحراوية جرداء، في بعض الأماكن في بعض الينابيع الصغيرة وبعض الواحات الصغيرة. الصحراء علمت ودربت وخرجت رجال الله العظماء، تدربت حياتهم لأنهم كانوا يأتون للصوم والصلاة لكي يقتربون إلى الله. طبعا نحن نعلم أن يسوع المسيح كان في هذه الصحراء في هذه المنطقة يجرب من إبليس فترة 40 يوم. فإذا أحبائي إخوتي وأخواتي، هذا الموضوع مهم جدا، لأن المسيح عندما جاء هاجم المظاهر الخارجية للدين، وتحدثنا عن الدوافع الخاطئة للصوم، فكان دائما يوبخ الدوافع الخاطئة. لماذا؟ لأنه كان يصومون ليظهروا أمام الناس ولينالوا المديح من الناس. طبعا جاء المسيح لكي يركز على الجوهر لا المظهر. من أجل هذا يعلم عن الصوم، يعلم بطريقة صحيحة، أن لا تكون للمظاهر ولا مجرد طقوس خارجية نمارسها أو نطبقها. فإذا ما هي مزايا ودوافع الصوم الصحيح؟ أولا ينبغي أن يكون الصوم الصحيح لمجد الله. في كل شيء بنعمله لازم يكون لمجد الرب. لماذا؟ لأن الله يرى في الخفاء، يرى القلب ويعرف الدوافع الصحيحة. لربما أظهر أمام الناس صائما ولكنني أرتكب جرائم وخطايا فظيعة كثيرة، من شتائم وكذب ونصب واحتيال واستبداد وظلم الآخرين، وأصوم لأظهر أمام الناس حتى أظهر أو أبدو أنه أنا شخص متدين. فالصوم ينبغي أن يكون لمجد الله، الله اللي بيأخذ كل المجد. شيء ثاني، الصوم له عمل روحي عميق جدا. فعندما نصوم هذا معناته أننا نصوم لكي نحصل على قوة داخلية، وفي هذا الصوم نحن نحارب أجناد الشر الروحية. في أحد الأيام عندما نزل المسيح من جبل التجلي، رأى التلاميذ يحاولون أن يخرجوا شيطان من ولد، لكن قال المسيح للتلاميذ: هذا النوع لا يخرج إلا بالصوم والصلاة. فإذا يعطي قوة داخلية لننتهر أجناد الشر الروحية، وحتى تكون لنا القوة للنصرة والغلبة على أرواح الشر. شيء ثالث، الصوم الصحيح هو لتتميم وتحقيق مقاصد الله. في كل خطوة أو في كل قرار أو اختيار أو في نمو أو في حاجة نريد أن نعملها عندما نصوم ونصلي، هذا يعطي تأكيد أننا نعتمد لا على ذواتنا، بل نعطي المجد لله ونعتمد على قوة الله، حكمة الله وإرادة الله. فمن خلال الصوم نحن نحقق مقاصد الله. في أحد الأيام صامت الكنيسة وصلت في سفر أعمال الرسل إصحاح 13. لماذا؟ حتى يذهب بولس الرسول بإرسالية عظمى للتبشير إلى وراء هذه البلاد، حتى يصل ببشارة الإنجيل في منطقة آسيا وأوروبا أيضا. فكان عليهم أنه يصوموا، والروح القدس يفرز برنابا وشاؤل اللي هو بولس الرسول لهذا العمل. فالصوم يحقق مقاصد الله. ثم أحباء، الصوم ينبغي أن يكون مصحوبا بالصلاة. عندما نقول أنا صائم فينبغي أن أكون في حالة صلاة، في حالة خلوة، في حالة شركة وعلاقة وتواصل مع الله. فأنا بحاول أتقرب لله،
فطبعا ما هياش مجرد فرائض نمارسها، لكن قوة داخلية بتقربنا لله. طبعا في مزايا أخرى للصوم، مثلا الصوم مفيد للجسد والصحة. اليوم الأطباء بيقولوا الشخص اللي بصوم بنظف الجسد من السموم والأوساخ الداخلية. الصوم أيضا مفيد لتدريب الإنسان نفسه، بدل ما أن يكون عبد لرغباته وذاته وشهواته، الإنسان بيتدرب بيخلي نفسه أنه قوي وبيتعلم حتى يكون صامد وثابت. شيء آخر، هذا مش معناته إحنا بنكون عبيد لعاداتنا، وعاداتنا هي الطعام والشراب والمكيفات. بالواقع الإحصائيات تقول أنه في 60% من المجتمع، طبعا في مجتمع الغرب بشكل عام مش في الدول العالم الثالث، الناس عندها زيادة وزن. فكثير مرات إحنا بنأكل أكثر ما أنه مطلوب لجسدنا، فهذا طبعا بزيد في الوزن. فإذا بعلمنا الصوم أنه ما نكون عبيد لرغباتنا وشهواتنا وأجسادنا. طبعا الصوم بيساعدنا أنه نستغني عن بعض كماليات الحياة اللي إحنا مش محتاجين لإلها. شيء آخر، الصوم بيجعلنا نزداد تقديرا للأشياء. كيف يعني؟ بتخلينا نشعر مع المحتاجين، مع الفقراء، مع الناس اللي ما عندهاش كل كماليات الحياة. وهذا طبعا بيدربنا، بيعطينا روح الانكسار بدل من روح الافتخار، وبعلمنا روح التواضع، وبعلمنا انه نعتمد على الله وكل حياتنا هي لمجد الله، حتى يقول كل الامور لمجد الله. وهذا طبعا بخلينا في الموقع الصحيح، وعندما نصلي صلواتنا تستجاب والرب يبارك حياتنا. عزيزي في الختام، دعني أوجه لك هذا السؤال الهام: أي نوعية من الناس أنت؟ هل أنت الذي يركز على المظاهر الخارجية للدين من بر ذاتي وتقوى؟ أم أنت تركز على جوهر الدين وقيمة ومعنى الدين الحقيقي؟ جاء المسيح وهاجم المظاهر الخارجية للدين التي استعبدت الإنسان وقيدت الإنسان، لكن الله يتعامل مع القلب، يرى في الخفاء فيجازي علانية. إذا كنت تمارس أمور الدين الخارجية، تأكد أن الله يرى ويعرف ما بداخلك. أنا أشجعك وأدعوك في هذا الوقت، إذا كنت بتصوم أو بتصلي أو بتمارس أي شيء في حياتك، اعمل كل شيء لمجد الله، واعمل أي شيء لأن الله يرى ويعرف ما في داخلك. ليس المهم للإظهار للآخرين حتى تنال المديح والمجد من الآخرين، لكن الأهم هو أن تنال المديح والمجد من الله ذاته. الله يرى قلبك، وإذا كنت تعمل أي شيء من دوافع صحيحة ودوافع من قلب ورغبة أن تمجد الله، فالله سيسمع ويستجيب صلواتك وطلباتك أيضا، والله سيبارك حياتك. أصلي من كل قلبي إنك تتخذ القرار الصحيح، وإنك تكون الشخص العميق الروحاني اللي بيتكل على الله وبيعتمد على روح الله. في الحلقة القادمة من برنامج إنجيل يسوع الملك سوف نتحدث عن إدانة الآخرين. سعدنا جداً لمشاهدتك حلقة من حلقات نور الحياة في برنامجنا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو إن كنت تود الحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك أن تكتب إلينا على العنوان التالي لنور الحياة: صندوق بريد PO Box 30030 Toronto Ontario M6B4J2 كندا. يمكنك أيضاً الاتصال بنا تلفونياً من جميع أنحاء العالم على الرقم 001-905-335-1534، أو اكتب لنا على البريد الإلكتروني info@lfan.com. مع
الرجاء أن تذكر عنوان أو موضوع حلقة نور الحياة عند الاتصال بنا.